مكون الطبق الاول وبنرجع معك لحتى دائما نعطي معلومات كثير حلوه للمشاهدين ومننور دائما لستات البيوت وخاصه الصبايا المنطلقين على الحياه الزوجيه. صح. هلا تجوزوا وبدوا يتعلموا الطبخ. صح. اكيد كمان بطريقه جديده. اكيد. اوكي خلينا نشوف المكونات. مكونات سلطه الجمبري 150 جرام جمبري، 200 جرام اناناس، 100 جرام تفاح، 20 جرام صنوبر، 20 جرام جوز الهند، 10 جرامات بودرة الكاري، 150 جرام خس ملون، 100 جرام جزر، 100 جرام فطر، 50 جرام شمندر، 100 جرام زيت زيتون، 75 جرام ليمون، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. شيف فادي، نحن شفنا هالسلطة الحلوة، يعني اليوم فعلا نحن معوضين على السلطة خس خيار بندورة طبعا مفرومين فرم صغير. نعم. نحن بنعمل انه هالاشياء دائما السلطة بنتناولها يوميا. نعم. فاليوم صار فينا نحن بنلاقي بالسلطات الأجنبية، يعني فواكه على جوز الهند على ثمار البحر وعلى لحومات وعلى دجاج وعلى يعني الشهر. هل انه بتلاقي انت منيح هالشغلة؟ ما اكيد هو التنوع منيح، واهم شيء يكون في مزيج بالطعمة يقدر يقبله الانسان، يعني مش اكثر من هيك. في شيء بدنا نتعود عليه، كمان بتحب الحار، في اشخاص بتحب الملح زائد، في اشخاص بتحب السوائل بقلب السلطات زياده، في اشخاص بتحب الخضار اكثر، يعني المهم انه يكون المزيج مقبول متناسق مع بعضه. متناسق مع بعضه، هذا على الارجح. يعني بدنا نشوف هالسلطه، اكيد المشاهدين محمسين تشوفوا اليوم شو هي سر الخلطه، ودائما عبر قناه دريم تي في شيف فادي بيشير حتى نتعلم نحن وياك هالسلطه. انا لهون لحمي لك. اول شيء نحن اوكي اخذنا جمبري نحن. اوكي هو الجامبو الحبه الكبيره، يعني هذا رقمه بيقولوا له 8 11. جميله، هذا بيجي الكيلو تبعه يعني 8 حبات يا 10 حبات. حلو كثير. اوكي نحن غسلناه. اوكي نحن حاليا رح نحط نكزه زيت. اوكي حتى نشوي على ريديز، وكمان او الريديز او الجمبري او الروبيان. طبعا نحن هذه اللغه معترفه فيها بالدول العربيه، روبيان وجمبري وريديز على اللغه اللبنانيه. هلا نحن نظفناه، بدنا نشوي بقشره مع راسه. لسبب انه نحن بناخذ النكهه تبع الريديز المشوي من راسه والقشر تبعه، من بعدها من قشره رح نقشره ونحطه مع السلطه، ورح نفرجي المشاهدين كيف بتصير نهايه الصحن. عظيم عظيم عظيم. لكن هون اذا في حال ما كان عندكم باربيكيو او جريل على الكهرباء، فينا نستعمل مقلات جريل او مقلات عادي كمان. دائما نتاكد بنحط شويه زيت وبنحميه، وبلشت تحمى معنا والجمبري بلش ياخذ لون، وبدنا نستويه نحن. ويا سلام. هلا بهالوقت انا رح بلش حضر كرمال الصلصه. اوكي نحن هون اكيد عندنا صوص وعندنا خلطه للسلطه. نعم. رح نحط بودره الكاري. بودره الكاري ما نكتر لانه بتمرمر، اذا كتر بتمرمر وحره. نحن انا جايبها حره لانه عم بمزج بين الحر والحلو. مزبوط، لانه عندنا نحن الاناناس. نعم. وعندنا الجزر اللي هو طعمه، والتفاح. نعم. اوكي عظيم. رح نضيف كمان برج جوز الهند. سلام. عنا هوني ليمون عصير الليمون اللي هو عصير الحامض باللبناني. صح. وزيت زيتون. وزيت زيتون طبعا. انا هون هجيب الملقط. في عندك ملقط شفادي. هذا الملقط. اوكي انا بموت بالجمبري، يعني مشوي مسلوق مطبوخ كثير طيب. هو لذيذ كثير مشوي، اكثر شيء الجمبري مش انا بحبه بالضبط، وبيكفي انه بتضل النكهه بقلبه. أيوة. والطعمه الجيده بتاخذها من الراس تبعه، اهم شيء هذه بدنا نشدد عليها كثير. يا سلام. هون لكن حطينا ملح. هذا ملح وبهار اسود. لكن هون حطينا احنا بودره جوز الهند، حطينا الكمون. صح. حطينا ليمون، عصير ليمون. نعم. وزيت زيتون اكيد، بودره الكاري اللي هي الحاره، والملح. نعم. والفلفل وعصير ليمون وزيت الزيتون. نعم. يا سلام. هون زيت الزيتون
هو دائما مشاهدينا اذا جيتوا على لبنان او على بيروت دائما خذوا معكم على مصر زيت زيتون لانه طعمه ومذاقه رائعه جدا. ممكن بالماركت الكبير صار في زيت زيتون صح. بس طبعا في انواع زيوت موجوده ببيروت او بلبنان افضل من غير مطرح. نعم تاخذوها بعلبه خصوصا متغلفه كويس نشحن على مصر ونتذوق اطيب زيت زيتون. هاي رح نحطها على جنب نرجع نباشر بتقطيع الاناناس. يا سلام يا سلام. هون فين احنا تقطيع عندنا هيدي الشقفة من الاناناس تبقى قاسي كتير. اوكي بدنا نشيلها ورح نشيل هاي نجي نعملها بالطريقة هاي. اوكي عظيم حلو كتير. نحن كمان اذا فينا نحن نحتفظ بالاناناس تفضيها كمان نستعملها كنجار نفس الوقت شفت. صح صح هون لكن نحن عم نقشر الاناناس هيدا طبعا قشر خارجي حتى نحصل على حبه الاناناس نحن عم ناكلها ونتلذذ فيها طريه قشره كثير منيح طريه. ورح نبشر بتقطيع التفاح. تفاح بقشره؟ تفاح فينا ناخده بقشره بس انا رح قشره. يا سلام فينا ناخده بقشره. ايوه هنخلي قد ما كان قدامنا نضيف هذا اهم شيء النظافه طبعا نحن غير انه في عندنا سر الخلطه دائما نعطيكم اياها مشاهدينا كمان اهم شيء نحن نطبخ يضل كل شيء قدامنا نضيف طبعا اذا وسخنا بننظف دغري حتى نحن عم نطبخ نحس حالنا مرتاحين حتى عم بقشر مثل ما بقشروا ستات البيوت انا هلا. ايوه مش عم تستعمل القشاره الخاصه صح هون دائما بحب اذكر انه لازم التقليب الجمبري بهالطريقه حتى نتاكد انه يستوى نعطيهم استوى مطلوب وطبعا شيف فادي مع تقشير التفاح على طول نحن بالجمبري والاشياء السي فود اللي هي الثمار البحريه الثمار البحريه ما بنضيف لها ملح لانه ملحها بدنا فيها اذا حبينا نضيف لها ملح اذا حبينا نضيف لها ملح فينا بس هي ملحها معتدل جدا معتدل جدا هلا اللي بحب يزيد بزيد نعم. اللي بحب ياكلها على طبيعتها ما في مشكله مشاهدينا هلا عم باخذ انا الفطر قشره عظيم هون كان او عش الغراب المشروم او الفطر صح او الفطر ما فينا نغسله طبعا متفقين عليها هذا لانه بيطبخ بيطبخ مشان هيك دائما حتى اليوم عم تصير زراعته بطريقه كثير مرتبه انه نحن بيقطفوه بطريقه انه بيزرعوه باوض مسكره نعم ما في عنده غبار لانه حتى لو مسحناه بمحرم نظيفه ما في سوء يتغسل نعم طيب اذا استعملنا مشروم العلب كمان شفت بس الافضل شفت يكون مشروم العلب شف للطبخ متفقين عليها هيدي انه نحن هي للطبخ اكثر وبعدين مشروم العلب ما له نكهه ما له نكهه زي نكهه هاي ايوه ابدا عظيم عظيم طيب تقريبا الجمبري طلع عنا نحن بعد عنا كم شغله لازم نعملها حتى نسكب صحننا عظيم هون كنا نحن اوكي هون راح نجيب نبرش الجزر جزر هيدي نبرشي عندك تاني ميل اوكي شفالي لكن هون ما برشي على الميني ميل الخشنه ميل الخشنه ليبين شكلها لانه هي عمليا راح تكون مع خلطه الخس الملون اوكي ما راح تبين اذا ما كانت برشتها كبيره عظيم لكن هون اكيد مشاهدينا دائما تذكير صلصه سلطه الجمبري اليوم مع الاناناس طبعا عملناها هي مع جوز الهند حطينا احنا طبعا الكاري الحار وضفنا الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل وحركناهم مع بعضهم بعض نعم هون نحن اكيد جهزنا الفطر او العش الغراب مع الاناناس وكمان برش الجزر وهون طبعا نحن القراديس شويناهم بمخلات هلا اكيد القراديس دائما او الروبيان دائما الروبيان والقراديس والجمبري انهم ثلاث اسامي دائما نحتار فيهم نحن نعم له مذاق رائع نحن في حال طبخناهم يعني الافضل دائما شو نعمل نحن؟ نقشرهم ونقدمهم مع السلطه صح عظيم هون لكن تقطيع حتى ناخذ النكهه وتضل الغذاء بقلبها الاوميجا 3 يعني صح الاوميجا 3 اللي موجود بهذا اول شيء ببعض الالزهايمر عن صح صح وكمان بنشط الذاكره وبيطول العمر ومغذي للخلايا مغذي للخلايا طبعا هون لكن نحن صار عندنا اوكي هلا نحن بدنا نجمع بدنا طاسه هون اذا بدك طاسه او كاسه نجمع نبلش بصحننا اوكي هاي الطاسه تنخلط الخس
اللي عنا. اوكي رح ننقي خس من هالبوكيه اللي عملنا اللي عملنا اياها حلو كثير. انت جهزنا لك سلة كبيرة من السلطة من الخضار شفتها. عظيم. خس الملون او اللولا رصا فيردي او الاحمر. يعني دائما هون لاحظتوا شفادي انه مش عم يستعمل سكين، لانه هذا السكين مبدئيا من فرم الشاشي قاسي، وهذا الخس من يفضل فرمه بواسطه اليد. يعني السكين عاده بسمه، يعني بسمه كثير لهذا النوع من الخس لانه طري كثير جدا. و بجرب بهالطريقه هون وقت نفرم بهالطريقه هون هيك بيطلع عنا اشياء مفتفته من الخس، يعني اشياء باللبناني احنا نقولها مفتفته، ما بعرف يعني قطعه صغيره. قطعه صغيره يفضل دائما انه تضلها بواسطه اليد. نعم عظيم. هون بنحط نكهتين حبق بقلبها والمشروم بقلبها الفطر. اوكي. والتفاح معها. هذه ما كفينا. عظيم ما كفينا.